السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم حبيباتي في قناتكم قناة عالم ليلى. اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفة جديدة، وصفة رائعة جدا لفتح الشهية، كذلك مفيدة هذه الوصفة للأشخاص اللي عندهم الخلعة أو عرق الخباط أو الفجعة. يعني هذه الوصفة متكاملة جدا، راح تفتح لكم الشهية، راح تزيد لكم في الوزن، وكذلك سهلة وبسيطة بالنسبة للبنات اللي ما يحبوش الوصفات الصعبة والمعقدة. فقد تبعوا معايا الوصفة حتى الأخير حتى تعرفوا طريقة الاستخدام الصحيحة. بنات، قبل ما نروح لوصفة اليوم كالعادة لأول مرة تزورنا جديدة، ما تنساش اشتراك، تفعيل زر الجرس حتى يوصلها إشعارات الفيديوهات القادمة. أما بالنسبة لمشتركاتي حبيباتي، ما تنساوش إعجاب بالفيديو ومشاركتي على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة. كما راكم تشوفوا البنات، في مكونات وصفة اليوم عندنا مكونين اثنين فقط، وهما الحمص والحلبة. يعني راكم عارفين هذو المكونين اشعال مفيدين لزيادة الوزن. الحمص تعرفوه انه غني جدا بالسعرات الحرارية، غني بالبروتينات، غني بالدهون، يعني فيه فوائد كبيرة وكبيرة جدا. ننصحكم باستخدامه في وصفاتكم لزيادة الوزن، سواء حبوب او مطحون، او حتى يعني تحمصوه بهذه الطريقة وتاكلوه على شكل مكسرات، راح يكون مفيد جدا. والمكون الثاني غني عن التعريف، وهو الحلبة. الحلبة كما تعرفوا الفوائد الرائعة تاعها، خصوصا مفيدة لفتح الشهية، كذلك إبراز المناطق الأنثوية، ومليحة بزاف للأشخاص اللي عندهم الخلعة، لأنه كما تعرفوا الخلعة أو الفجعة من أسباب نقصان الوزن وفقدان الشهية. لازم تعالجوا هذا المشكل حتى الوزن تاعكم يزيد بكل سهولة. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الخلطة، يعني راح في قارورة، يعني قارورة تاع ماء لتشربوها يوميا. راح نضع فيها كمية من الحمص وكمية من الحلبة، يعني حوالي ملعقة كبيرة من الحمص مع ملعقة كبيرة من الحلبة، ونخلوها ليلة كاملة، يعني نغلقوها ونخلوها ليلة كاملة، ومن بعد نشربوها على طول اليوم. يعني في عوض نشربوا الماء لوحده، راح نشربوه بهذه الخلطة. راح نربح شهية أكبر، راح نربح سعرات حرارية أكبر، وراح كما قلت للأشخاص اللي عندهم الخلعة راح يتخلصوا من الخلعة إذا داوموا على هذه الوصفة. راح نستبدلوا قارورة الماء اليومية بقارورة ماء فيها حلبة وفيها حمص، ونشرب على طول اليوم، وفي اليوم التالي كذلك راح نعاود نخدم نفس الكمية. نوضع فيها حوالي ملعقة كبيرة، بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا الكميات، ملعقة كبيرة من الحلبة مع ملعقة كبيرة من الحمص، وكما قلت لكم نشربها على طول اليوم. بالنسبة لهذه الوصفة لازم تداوموا عليها يوميا بنات حتى تلاحظوا النتائج، مش أسبوع ولا أسبوعين. لازم زيادة الوزن تاخذ وقتها. كذلك ننصحكم بنظام غذائي متكامل السعرات الحرارية حتى يزيد الوزن تاعكم بسرعة. يعني ركزوا على المعجنات، ركزوا على الحليب، على المربى، على يعني هذه الأشياء البسيطة والغير المكلفة، ولكنها تزيد في الوزن بطريقة جميلة وجميلة جدا. إذا بنات إن شاء الله تجربوا وصفة اليوم، إن شاء الله تنجح معكم وتفيدكم. فقط ملاحظة بالنسبة للبنات اللي سألوني بعدين الحمص اللي يبقى والحلبة اللي تبقى، يعني راح ناكلوها ولا كيفاش راح نديروا لها؟ الحمص تقدروا تطهوه عادي وتاكلوه، اللي عندهم غازات ما ننصحهمش بيه. الحلبة عادي تقدروا تطحنوها وتخلطوها مع العسل، او تقدروا ترموها لانه خلاص مفعولها يكون طلق في الماء. ان شاء الله تكون جاوبت على كامل التساؤلات تاعكم. كما قلت لكم بنات، انا وصلت نهايه وصفه اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم. ما تنساوش فقط تكتبوا لي في التعليقات، وما تنساوش تشاركوا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. والى اللقاء في فيديوهات جديده بحول الله تعالى، والسلام.